مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. الاعلام الرقمي وصناعه الوعي، ده عنوان حلقه النهارده وده اللي هنتكلم فيه. والحقيقه العنوان مهم جدا والموضوع في غايه الاهميه، وايضا ضيفنا الدكتور حسام النحاس استاذ الاعلام بكليه بنها والخبير الاعلامي من احسن الناس اللي بيتكلموا في هذا الموضوع. الثوره اللي حصلت في التكنولوجيا خلت انه الاعلام الرقمي والتكنولوجيا بصفه عامه بتاثر بشكل كبير على كل الناس في صناعه الوعي. هل هي بتاثر على الشباب بس ولا هل هي بتاثر على الشباب والكبار؟ وهل تأثير الإعلام الرقمي بشكل كبير على صناعة الوعي عامل إزاي؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها والخبير الإعلامي. مشرفنا ونورنا دكتور حسام. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بكل السادة المشاهدين والشارع المصري كله. أنا متابع حضرتك في هذا الموضوع، حضرتك من أحسن الناس اللي بتتكلم عن هذا الموضوع، الإعلام الرقمي وصناعة الوعي، ولازم يكون أول سؤال لحضرتك، شايف قد إيه تأثير الإعلام الرقمي على صناعة الوعي؟ حضرتك هتجاوبنا بعد الفاصل. بعد الفاصل ولقاء في غاية الأهمية والحديث عن الإعلام الرقمي وصناعة الوعي. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. دكتور حسام النحاس، الاعلام الرقمي وتاثيره على صناعه الوعي. اشكرك على مقدمتك الرائعه. طبعا لو بنتكلم عن الاعلام الرقمي فهو اعلام الساعه، ولو بنتكلم عن الوعي فهو موضوع الساعه. صحيح. اذا ارتباط الموضوعين الاعلام الرقمي وتاثيره او ودوره في صناعه الوعي هو ده الترند الحقيقي اللي احنا ممكن نتحدث فيه مع السادة المشاهدين. باختصار الاول بس نقول للناس هو ايه الاعلام الرقمي. الناس فاكرة انه اي صفحة او اي حد عامل اي حاجة على تطبيق على فيسبوك على اي تطبيق يبقى ده اعلام رقمي. لا، ده لا اعلام رقمي ولا اعلام خالص. الاعلام الرقمي هو الاعلام الحقيقي، عبارة عن البوابات الالكترونية، الصحف الالكترونية، المواقع الاخبارية الالكترونية، الصفحات الخاصة بالمؤسسات الدولة والوزارات والجهات والهيئات المختلفة، صفحات البرامج سواء كانت البرامج الإذاعية أو البرامج التلفزيونية. إذن الإعلام الرقمي اللي تغير فيه هو الوسيط، بدلا من شاشة التلفزيون العادية اللي كلنا تربينا عليها وكلنا كنا متابعينها، تحول إلى وسيط رقمي عن طريق الموبايل، التاب، اللابتوب، التابلت، أيا كان. هي موجودة نوع. بس في السمارت بقى بنشوف عليها اللي حضرتك بتتكلم عليها. بالضبط، فيصبح إعلام رقمي. الإعلام الرقمي أكثر تأثيرا، نعم بالطبع هو أكثر تأثيرا، هو أكثر مشاهدة، لأنه بيمتاز بعدة مميزات ربما لا تتوفر للإعلام الحقيقي الآخر اللي هو الصحافة المطبوعة والإذاعة والبرامج و قنوات التلفزيونية. اولا انه اعلام تفاعلي، يعني عنصر التفاعلية في الاعلام الرقمي عبر الردود المختلفة والتعليقات والمشاركات والى اخره امر حيوي جدا ومطلوب في اعلام اليوم. كل الشباب الان يريد ان يتحول من متلقي فقط انه يبقى متلقي فعل. ومشارك وفاعل في صحيح. الاعلام. الامر الاخر انه بيصل في نفس اللحظة إلى ملايين المشاهدين عبر المنصات الرقمية المختلفة بأقل مجهود ممكن وربما بأقل تكلفة ممكنة.
تعرف الاستوديوهات الرقمية والشغل الرقمي أقل تكلفة من الاستوديوهات العملاقة والشغل الآخر. أضف لذلك أنه بمجرد أنه هذا الوسيط أو الصفحة عليها ملايين المستخدمين أو المتابعين، إذن هناك ضمان أنها وصلت لكل هذا العدد في لحظة واحدة. أضف لذلك الحصرية، يعني أنا أقدر عبر تطبيقات البث المباشر، وده طبعا تطبيقات البث المباشر المقننة للمواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية إلى آخره، أقدر بشكل فوري ومباشر عن طريق كاميرا موبايل اللي أنا أنقل حدث بشكل حصري من موقعه، ربما بشكل يسبق القنوات التلفزيونية التي تحتاج إلى وجود مراسل في المكان أو أبعت حد أو طيب تغطية. بكلام حضرتك الأكاديمي الرائع ده، صناع المحتوى يعتبروا من ضمن الإعلام الرقمي؟ ما هو صناع أي محتوى، صناع المحتوى الإعلامي الحقيقي اللي هم العاملين من مقدمي البرامج ومن الصحفيين ومن الإعلاميين، نعم هؤلاء صناع محتوى رقمي بحكم القانون. أنا عندي قانون رقم 180، قانون تنظيم الصحافة والإعلام سنة 2018، بيحدد من هو الصحفي ومن هو الإعلامي. الصحفي هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين، والإعلامي هو كل عضو مقيد بنقابة الإعلاميين. عندي الصحفي وعندي مقدم البرامج وعندي المخرج وعندي الإنتاج وعندي التصوير، كل دي فئات مختلفة معتمدة ومعترف بيها. إنما بصراحة أستاذ محمد، يعني معلش هي نقطة صغيرة، ما يسمى بقى بإعلام المواطن وإن المواطن يمارس دور إعلامي، كل ده كلام جميل، كلام بنقوله من باب إن الناس تتفاعل وتدخل على المنصات، لكن أنا لا أعترف بهذا النوع من الإعلام مطلقا. صحيح. تأثير بقى الإعلام الرقمي بصناعة الوعي، حضرتك شايفها إزاي؟ أصل الوعي ده صناعة كبيرة جدا، والناس ربما بتنظر إلى الوعي من منظور فردي. أنا بقول إن الوعي ده مفهوم شامل، مفهوم متكامل، أتحدث عن وعي سياسي واقتصادي ورياضي وديني وفني وثقافي إلى آخره. إذا نتحدث عن الوعي بصفته، هي قضية أمن قومي للدولة المصرية، هو حرب الشائعات اللي بتواجهها الدولة المصرية، إيه غرضها؟ إنقاص الوعي. الإعلام المعادي الممول الذي يعني ينشر الشائعات والأكاذيب وعملية الفبركة إلى آخره، إيه غرضه؟ هو ضرب ملف وقضية الوعي في مقتل. إذن دور الإعلام الرقمي بشكل خاص، لأنه بيصل إلى ملايين المستخدمين، لأنه بيصل بشكل مباشر إلى الشباب، لأنه برضو عايزين نفرق بين فئتين، فئة الشباب من صغار السن ثم المراهقين والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وطلاب الجامعات إلى آخره، كل ده مهتم بالإعلام الرقمي. قليل جدا لما نلاقي حد مهتم بقراءة صحيفة مطبوعة أو متابعة برنامج تلفزيوني عبر شاشة التلفزيون، ربما يتابعه عبر صفحته أو عبر المنصة الرقمية، ودي بقت ثقافة سائدة. كبار السن أكثر تعلقا حتى الآن بالإذاعات وبالصحف وبشاشات التلفزيون. النسبة طبعا الشباب نسبتهم أكبر. طب التأثير والقوة الفاعلة على الأرض طبعا الشباب. طب مين منهم فاعل على تلك المنصات وعلى المواقع والتطبيقات؟ أيضا هم الشباب. إذن وأنا بحدد في الإعلام الرقمي الجمهور المستهدف، بحدد بصفة أساسية الشباب، ودول ملايين المستخدمين وملايين المتابعين. دكتور حسام، على ذكر الشباب، إزاي أقدر أستغل الإعلام الرقمي في معرفة للشباب بالمشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل في مصر والنهضة اللي حصلت في مصر خلال السنوات الماضية، عشان يبقى في صناعة حقيقية لوعي الشباب؟ أستاذ محمد بشكرك، لأن هو ده دور الإعلام الحقيقي، ولذلك أنا أطالب دائما أنه إعلامنا يتحول إلى إعلام ميداني، إعلامنا ينزل إلى أرض الواقع، إعلامنا يرصد التغيرات والإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية. وعندي حالتين لهذا الرصد، ما قبل الإنجاز وما بعد الإنجاز. صحيح. ومراحل التنفيذ وممارسة نوع من أنواع الرقابة على الإعلام، أيضا يقوم بدور الرقيب. صحيح. يعني رقابة حقيقية على أجهزة الدولة في متابعة خط سير المشروع منذ بدايته وحتى تسليمه. بمعنى لما يبقى عندي المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، مشروع عملاق الأمم المتحدة تصنفه على أنه أهم مشروع إنساني في العالم، يستفيد منه نحو 57% من عدد سكان مصر،
كل القرى والجوع والتوابع وإلى آخره. الإعلام يجب أن ينزل ويغوص في المحلية. بمعنى ما افضلش طول الوقت أسلط الأضواء على القاهرة وأضواء القاهرة وكذا، مطلوب ولكن مطلوب في إطاره. لكن يجب على الإعلام في كل قرية يكون هناك كاميرا ومراسل، وهناك تطبيقات يمكن النشر عليها، وبرامج تلفزيونية ونشرات إخبارية إلى آخره، إظهار ما يحدث لازم في قرى مصر وأهالينا ودون أي مجاملة. صحيح، لأن أنا لما بنزل بكاميرا وبرصد أنا برصد على أمر الواقع، بنقل الصورة على حقيقتها الحقيقية. صحيح، لما بسأل المواطنين بقول له إيه رأيك في الوحدة الصحية قبل وبعد، إيه رأيك في مركز الشباب أو الملعب أو خطوط الإنترنت والاتصالات والبنية التحتية، دخول الصرف الصحي والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي وكل صحيح. ده إيه رأيك؟ والله حاجة من الاثنين، يقول لك خدمة عظيمة جدا وانا استفدت منها وبأقل تكلفة ممكنة، حاجات رمزية في بعض الاشتراكات وبالتقسيط وعلى سنوات كبيرة. صحيح، وده خلق نوع طفرة في القرى المصرية، ويقول لك لا والله انا ما حصلش عندي حاجة، المبادرة دي ما وصلتش عندي، الخدمة الفلانية متوقفة. المواطن من حقه، المواطن هو الشريك والمواطن هو المستهدف، وبناء الانسان هو المستهدف الرئيسي. سيبك أستاذ محمد والسادة المشاهدين، الناس اللي تقعد تنظر يقول لك بناء كذا وبناء كذا، أنا رأيي إن كل بناء حقيقي يتم على الأرض المصرية من بنية تحتية ومن خدمات إلى آخره، هو بالأصل وبالأساس موجه لبناء الإنسان المصري وأن يحيا حياة كريمة رغم كل التداعيات والإشكاليات اللي بيعاني منها المواطن المصري. والحكومة تقوم على حلها، وعندنا تشكيل حكومي جديد من المؤكد سيكون له بعض الملفات سيضعها في قمة أولوياته، يجب أن يتم نقل ذلك للشارع المصري. دكتور حسام، أتعامل إزاي مع الإعلام الرقمي اللي بيضلل الوعي للشباب؟ ببساطة شديدة، إن أنا لازم يبقى عندي عنصر المبادرة أو المبادئة. أنا ما أفضلش أقعد منتظر وسيب إعلام ممول بيندفع فيه ملايين ومن المتآمرين والخونة وأعداء الوطن و و و و وبعدين آجي بعد شهور أو بعد سنوات أبدأ أقول لا والله عندي كذا. يبقى المبادئة. المبادئة بمعنى أبقى أنا الإعلام الرقمي المصري هو إعلام الفعل وليس رد الفعل. أنا دائما أسبق بخطوة بل بخطوات عن الإعلام المعادي. الأمر الآخر هو كشف الحقائق، بمعنى أن كل شائعة او كل اكذوبه او كل تضليل او كل فبركه، وانت عارف دلوقتي ده بيحصل في مجلس الوزراء، بينزل انه بيبقى في نفي. نعم، بس الموضوع محتاج بقى استراتيجيه متكامله، طبعا متابع مركز اعلام مجلس الوزراء. صحيح. وكذا وكذا، لكن الموضوع يحتاج الى استراتيجيه متكامله. ومن الممكن ان نشرك الشباب. كنت بتكلمني عن صناع المحتوى وانا قلت لك لا اعترف بيهم ولا كذا. صحيح. ولا كذا، لا انا اعترف بيهم في حاله انه الدوله المصريه باجهزتها والأجهزة الإعلامية هي اللي تقوم باستقطاب المشاهير من صناع المحتوى، الناس اللي عندها بعض الاحترافية، عندها بعض المصداقية، عندها استعداد إنها تشتغل إعلام حقيقي، وهم مؤثرون وفاعلون ومتواصلون مع الشباب، وعندهم منصات تضم ملايين المستخدمين من الشباب. إيه المانع اللي أنا أضم الناس دي للإعلام الرقمي الحقيقي في المواقع الحاصلة على ترخيص، في المنصات الحكومية، في مركز دعم واتخاذ القرار ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. أضم الناس دي أقول لهم تعالوا والله آدي الموضوع، وادي انزل صور هنا، واطلع قول للشباب وخاطب الناس اللي موجودة عندك وقول لهم إيه اللي بيتم في الدولة المصرية في كافة المجالات. أنا مش عاوز نركز على مجال واحد من المجالات دون باقي المجالات، مش عايز انه الاعلام المعادي اللي بينشر اكاذيب. استاذ محمد، احنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التزييف العميق الديب فيك الى اخره، بمعنى سهل جدا ان بتطبيق بسيط وتطبيقات اغلبها مجاني او مسروقه او كذا، ان انا اعمل فيديو، مش اعمل خبر ولا اعمل صوره، ده انا اعمل صوت وصوره الفيديو، او اجيب فيديو قديم، او اجيب فيديو عليه صوت متركب على صوره معينه، وده ياثر بالتاكيد على صناعه الوعي للمواطن. وفي بعض الاحيان، مش عايز اقول عن الاليه يعني على الهوى، ولكن بجيب عده كلمات او جمل قالها مسؤول في مناسبات مختلفه، وبعدين اقطع بعض الكلمات. صحيح. واركب جمله معينه. صحيح. فاطلع تصريح معين هو مضلل ومفبرك وكاذب ولا اساس له على الاطلاق. طيب دكتور حسام، حضرتك تحدثت عن صناع المحتوى اكتر من مره في الحلقه،
بنشوف صناع محتوى بيعملوا حاجات طبعا هم يعني هم ليهم الحريه عن مطاعم وعن كذا، ليه ما بنشوفش صناع محتوى يورونا مصر وجمال مصر في الغردقه وفي شرم، وتبقى يبقى صانع محتوى وصانع وعي وكمان عمل لي دعايه اكثر من رائعه لتنشيط السياحه في مصر؟ ما هو النوع ده من صناع المحتوى بتوع الاكل والكذا وكذا ده بيبحث عن الربح المالي فقط لا غير. كويس، ما هو التاني هيبقى فيه برضه ربح. انا قصدي انه هو موجه نفسه لكده. هو يعرض سلعه او بضاعه معينه هو متاكد او حد كلمه قال له تعالى هتعمل اعلان او هتعمل كذا وهتاخد المقابل المالي، وعنده بعد كده المشاهدات بيربطها وبيحصل على مقابل مالي. ولكن هي الفكرة واللي أنا بقولها على الهواء مباشرة، ودي مبادرة بنقدمها للدولة المصرية وللهيئات الإعلامية المختلفة، إنه نجيب على الأقل نبدأ بمئة صانع محتوى نقعد نختار ونتابع، وأنا على استعداد لتقديم 20 صانع محتوى أثق فيهم وفي قدرتهم واستعدادهم على العمل وفق الضوابط والمعايير، ونختار لهم المواضيع اللي هيتكلموا بالزبط. فيها هنجيبهم نقعد معاهم في مركز المعلومات بتاع مجلس الوزراء او مع مسؤول اعلامي مختص بهذا الامر، اقول له والله انت راجل مؤثر وعندك مشاهدات وعندك قبول وعندك حضور وعاوز تستفيد ماليا، وانا هفيدك ماليا. صحيح، وهفيدك ماليا وين وانا كمان استفيد بالظبط من الدوله او من المؤسسه ومن عدد المشاهدات، وانا هستفيد منك في التسويق والترويج. التسويق للترويج ليه؟ مش للكلام الفاضي بقى، مش هقعد كل شويه اقول مين شبه صحيح. مين ومين راح لمين ومين بيقلد الفنان مين ومين صحيح. مش لا لا سيبك من الكلام الفاضي ده، تعال نقول ننزل المناطق السياحيه، تعال ننزل العالمين، واحنا كان عندنا مؤتمر اهو في العالمين والعالم عالمين الى اخره، تعال نروح هناك ونصور ونطلع لايف ونطلع على الصفحات المختلفه على فيسبوك وعلى التيك توك وعلى انستجرام وغيرها من التطبيقات، تعالى طب انت عاوز تهتم بنوع اخر من الموضوعات وانت شاطر فيه، ده حتى لو هنصنع وعي رياضي يا استاذ محمد. انت شايف حاله التعصب الرياضي دلوقتي، وانا بقول ان احنا في فوضى رياضيه، واغلب مقدمي البرامج وضيوف البرامج ناس بتقول اي كلام ولا علاقه لهم بالرياضه ولا بالروح الرياضيه على الاطلاق. تعال نجيب 20 واحد منهم في الملف الرياضي ونقول له اطلع اعمل وعي في الملف الرياضي. بنتحدث عن تجديد الخطاب الديني. يعني حضرتك تحدثت عن الوعي في السياحة والوعي الرياضي والوعي الديني والوعي الديني الخطاب الديني صحيح. مش منهم ناس عندهم ثقافة دينية ودرسين وخريجي بعض كليات جامعة الأزهر أو كذا أو كذا، ما نجيبهم وندربهم، وعندنا مشيخة الأزهر وعندنا وزارة الأوقاف وعندنا دار الإفتاء المصرية، ونقعد نقول لهم مش لازم، أصل هو لن يفتي، هو هينقل بعض الفتاوى بعض الاستفسارات من السادة المشاهدين وينقلها بما يمتلك من حضور وثقافة وبما يمتلك من منصة. تعرف دلوقتي الموضوع بيحكم يا أستاذ محمد حسب صفحتك عليها العدد قد ايه صحيح وعدد المشاهدات واللايكات والشير والتعليقات الى اخره، بناء عليه اقدر احكم عليك انت راجل فاعل قوي ولا نص نص ولا وضعك ايه بالظبط. الوعي بالمشروعات القومية الكبرى دكتور حسين، ده لازم يبقى ملف الأمير. ده لازم يبقى ملف، وانا مع التخصص، بمعنى انا ما بحبش اشتغل في 500 ملف في وقت واحد ومسؤول منهم شخص واحد صحيح. لا، انا لازم يبقى عندي فرع في هذا الموضوع مختص بالمشروعات القومية. لازم المشروع اللي انا قلت لحضرتك عليه ده مشروع القرن للدولة المصرية، ويكلف الدولة المصرية انت شايف الـ يعني التمويل بتاعه يقدر بقد ايه صحيح. ثم انزل على باقي المشروعات اللي بتتم في الدولة المصرية في كافة المجالات. هنزل اعمل ايه؟ اولا هنقل الحقيقة على امر الواقع، هنقل مراحل التنفيذ، هنقل المعيقات او المعوقات اللي موجودة على ارض الواقع، هنقل يعني رأي الشارع المصري. انت برنامج حضرتك اسمه استوديو الشارع، ليه استوديو الشارع؟ يعني احنا الحقيقة بنشتغل للشارع المصري زي ما حضرتك بتقول. يبقى مين المستهدف؟ الشارع المصري. تعالى ننزل للشارع المصري، وانا بقول انه التوجه الان في الصحافة العالمية والاعلام في العالم هو ما نسميه الاغراق في المحلية. يعني لازم ننزل، مصر دي دولة كبيرة وملايين، اللي تعرف احنا عددنا دي بسم الله ما شاء الله يعني ملايين، والتوزيع حتى الاقليمي والجغرافي والمحلي لمصر عميق، يعني مش مجرد عندي عاصمه ومدينه وخلاص، لا ده انا عندي تفاصيل كتير جدا. لو عاوز تصنع وعي حقيقي للدوله المصريه ابدا من تحت.
ما نجيش تخاطب النخبة وكفانا من النخبة والصفوة ومن نطلق عليهم كذا. يا سيدي دول ناس مثقفين وعندهم وعي، اركنهم على جنب دلوقتي. حياة الشباب، تعال نبدأ من الشباب يا دكتور. وتعالى نبدأ من الشباب. يا أستاذ محمد، هو اللي شباب النهاردة. وأنا لما بقول لطلابي الإعداد المصري أكتر من 60% دكتور حسام شباب، ونوصف بأننا شاب دولة شابة، وبنقول على القارة الأوروبية القارة العجوز. صحيح. وإن المستقبل لينا. صدقني يا أستاذ محمد، أنا مع الشباب ومع طلاب الجامعات، عندي يمكن عشرات المجموعات من على الواتس وعلى الفيسبوك ومنتديات وعلى كل التطبيقات المختلفة. صدقني، طب هستغل كلام حضرتك، حضرتك أستاذ جامعي، الشباب على وعي بالمشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل، ولا محتاجين أكثر إعلام رقمي ومحتاجين وعي بشكل أكبر دكتور حسين؟ الشباب على استعداد. كويس. وعلى استعداد، لأنه الشاب يحب من يصل إليه. صحيح. من يبحث عنه. أنت عارف الشاب دلوقتي اهتماماته مختلفة وتوجهاته مختلفة، نظام يومه حتى مختلف. صحيح. مشاهداته لبعض الحاجات مختلفة بحكم السن وبحكم التفاصيل، وعايزين يشوفوا بعض. يعني هم عايزين يسمعوا من بعض بالضبط، وده بيحيي ده وده بيقول لده وإلى آخره. طب ما احنا ندور عليهم. صحيح. ما احنا ننزل لهم، ما نجيب حد منهم. هو حضرتك لما يكون حد من الشباب دفعته في القسم، هو اللي بيعمل المحتوى مثلا، هيسمعه. هو صانع المحتوى، بيقول له تعالى معايا انت هتصور وانا هقول وانت هتشارك وهعمل معاك حوار وتعالى قول لي رايك وكذا، هيبقى في مشاهده وهيبقى في مشاركه وهيبقى في تفاعل وهيبقى في وعي حقيقي على الاقل داخل الجامعات. هو عدد طلاب الجامعات شويه، لا طبعا عدد طلاب الثانويه العامه اللي بيؤدوا الاختبارات، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. شويه عدد بسيط، يعني ده ما يتجاوز 750 ألف طالب. لما تحط في مراحل التعليم قبل الجامعي، العدد الإجمالي حوالي 22 مليون طالب، في التعليم الجامعي حوالي 3 مليون طالب. ما هي دي الدولة المصرية، وهم دول شباب الدولة المصرية، وهم دول بعد كده هم قادة ورجال الغد والمستقبل، وبعد مرور 20 30 40 سنة هيبقوا هم كبار السن اللي احنا بنقول دلوقتي ان دول الشباب. إذن صناعة الوعي تحتاج إلى مرحلة مبكرة، ولذلك أنا بستغرب جدا لما نبدأ مرحلة الوعي كان أخاطب الكبار. لا، أنت تخاطب الأول الشباب، تخاطب الأقل في السن، تخاطب يعني الأكثر حاجة إلى الوعي.